له فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقتٍ وحينٍ وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم انصُر الإسلام وأعِزَّ المسلمين، وأعلِ بقوتك راية الحق والدين، وانصُر جندك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفهم وأعل رايتهم وحقق غايتهم. اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم واشف مريضهم وذوي جرحاهم. اللهم ارفع درجات شهدائهم في الفردوس الأعلى. اللهم احقن دماءهم ودماء إخواننا في السودان وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيقظ الغيرة في قلوب المسلمين لنصرة دينهم وإخوانهم وتحرير مقدساتهم. اللهم أزل عروش النفاق من بلاد الإسلام يا أكرم الأكرمين. اللهم ول على أمة محمد خيارها ولا تولِّ عليها شرارها. اللهم عليك بالمحتلين المجرمين ومن عاونهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، بداية نشكر حضراتكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن وفضيلة الشيخ الوالد وجميع الحضور والإدارة على أنهم سمحوا لنا أن نقف أمامكم اليوم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نعرض كذلك مشروعنا عليكم. في شهر ربيع الأول عادة ما يتذكر الناس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت سيرة رسول الله لا تغيب عن أذهان الناس أبدا، فلقد أوجب علينا ربنا الصلاة عليه في كل صلاة. في التشهد دائما نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. كلنا يحفظ ذلك. والأذان لا يصح إلا إذا قلت بعد إعلان التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، تقول: أشهد أن محمد رسول الله. نعلم أن الأمم إذا أرادت أن تحتفي برجل من رجالاتها من عظمائها يؤرخون يوما باسمه، يصنعون له تمثالا، يكتبون اسم شارع باسمه، أحد المدرجات في الجامعات يكتبونه باسمه، يكتبوا عنه كتابا، يعظموه في الصحف. لكننا عندما نذكر رسول الله، الله يرفع ذكرنا، لأننا لا نستطيع أن نرفع ذكر رسول الله. إنما الذي رفع ذكره من؟ رب العباد. قال ربنا: ورفعنا لك ذكرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ونصيرا، وأراد ربنا سبحانه وتعالى من هذه الأمة أن تخطو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي التفاسير في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور، بعض أهل العلم قالوا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، صلوا عليه على طول، كل ما تسمع اسمه تصلي عليه.
عشان ربنا يصلي عليك عشرة، مش انت حافظ كده ولا ايه؟ كل ما تسمع سيرة النبي تقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور، قال بعض أهل العلم النور هو رسول الله وكتاب مبين هو القرآن العظيم، نبعان صافيان لمن أراد أن يعود للإسلام أمة كما أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنفض غبار الذل عنها كما يفعل إخواننا هناك في غزة الذين أوكل الله على أكتافهم أن يعودوا بالناس مرة أخرى إلى جادة الحق وجادة الصواب، فالله سبحانه وتعالى أوكل عليهم أن يعودوا مرة أخرى بالناس إلى العدالة وأن يقفوا مع العدل ومع الحق دائما، وإن كان سليبا منذ سنين طويلة أراد الله أن ينصرهم وأن تنتصر بهم القيم، وأراد ربنا سبحانه وتعالى أن ينفض غبار الكذب الإعلامي والصحافة الفاجرة وهذه الأمور المخدرة التي خدرت كثيرا من شعوب العالم باسم الحرية وباسم الكذب الذي يقولونه عن الناس. والحرية الحقيقية هي مطلب للإنسان الغزي والفلسطيني ومطلب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعود مرة أخرى. أدري بأن العلماء دائما يتحدثون عن رسول الله نبي الرحمة وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويتحدثون على أنه نبي الوفاء وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، ويتحدثون أنه أتقى الناس وأخشى الناس وأزهد الناس وأعبد الناس وهو كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أود أن أحدثكم عن عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قيمة العدل في الإسلام وقيمة العدل في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفض الظلم وتأسيس دولة منهاجها كتاب الله وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. منذ بدايته صلى الله عليه وسلم كان يقف دائما مع المظلوم، لما جاء أعرابي يبيع بضاعته في أرض مكة واتفق أبو جهل معه أن يأخذها ويبيعها هو ثم يعطيه الثمن، لكن أبو جهل لم يعطه الثمن وجحد تلك البيعة، وأراد الكفار أن يسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا للأعرابي لما تنادى في شعاب مكة أنا غريب عنكم وقد جئت إليكم أنتصر بكم، فإن أبا الحكم أبو جهل قد أخذ مالي ولا يريد أن يرد علي بضاعتي ولا مالي، من منكم ينصرني؟ فأرادوا أن يسخروا منه وأرادوا بفهمهم أن يؤذوا رسول الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدين الإسلام من عند الله يعصمه الله، وهو باق بنا أو بغيرنا لأنه دين الله وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اذهب إلى هذا الرجل فإنه سوف يأتيك بمالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تردد ووقف مع الحق مع أنه لا يعرف ذلك الرجل، وذهب إلى بيت أبي جهل وطرق الباب، فلما فتح قال ما الذي جاء بك يا محمد؟ قال ألي هذا الرجل حق عندك؟ قال نعم. قال أتيه بحقه. فدخل أبو جهل مسرعا إلى داره وأحضر المال ثم أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد رسول الله منصورا، لم يقل أبو جهل كلمة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمسه بسوء. فتعجب الكفار، لماذا لم تفعل كذا وكذا؟ كنت تتوعد وتهدد أنك تريد أن تفعل مع رسول الله أو مع محمد كذا صلى الله عليه وسلم. قال والله عندما وقف أمام بابي ألقي في قلبي الرعب، ورأيت فوق رأسه مثل الأسد الذي يفتح فاه، لو نطقت بكلمة واحدة تمسه بسوء لالتقمني في فيه وكان يخرج من فمه نارا. هكذا العدل؟ نعم، صاحب الحق لابد أن تكون عينه إيه؟ ها؟ قوية. صاحب الحق عينيه قوية، مش أنتوا تقولوا كذا؟ صاحب الحق عينيه قوية يطالب بها لأنه مع العدل. الإنسان فينا يعيش كم مرة؟ هتعيش كم مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة. وهتموت كم مرة؟ مرة واحدة. الشجاع بيموت مرة واحدة، اللي بيقف مع العدل بيموت مرة واحدة، الجبان بيموت كل يوم، بيموت كل يوم 100 مرة الجبان، لكن صاحب العدل دائما يعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى.
كان رسول الله عادلا في كل أموره. يوم أن سمع عن امرأة أهينت في سوق من أسواق المجرمين الملعونين لعنهم الله في الدنيا والآخرة، راودوها أن تخلع خمارها فلم ترتضي، فأخذ أحدهم شقي منهم أخذ طرف ثوبها وعلقه في حجابها، فلما قامت ظهرت سوءتها فتنادت على المسلمين، فقام مسلم غيور يريد العدل دق رأسه وقتله في الحال فتوافد هؤلاء المجرمون على ذلك الرجل المسلم فقتلوه. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ ماذا يفعل؟ السلام، السلام. مش بيقولوا يا سلام يا سلام يا سلام والكل بيضرب في الإسلام؟ سلام. لا، ما فعل ذلك رسول الله، جهز جيشا وحاصرهم جميعا وأجلاهم من أرض المدينة جميعا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدالة كما يعرفها المنفلوطي يقول: ولا يكون العادل عادلا إلا إذا طبق العدل على نفسه أولا قبل أن يطالب به الناس. تعالوا كده نشوفوا صورة من مظاهر العدل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة مخزومية كانت تقترض أشياء من الناس، بعض التناجر المواعين والأشياء، ثم تجحدها، تقول: أنا ما رأيتها، ما أخذتها. فلما علموا بها وأمسكوها في جرمها، خلاص امرأة من قوم شريف، بني مخزوم قوم عظيم في مكة وقوم عظيم في المدينة عند العرب من القرشيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن الحد هو قطع اليد، فقالوا: لا، هذه امرأة عظيمة، لابد أن نبحث عن أحد الناس يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطع محمدا يدا. فقالوا: هناك أسامة، أسامة بن زيد، هذا زيد بن حارثة هو حب رسول الله، وأسامة ابنه يسمى الحب، ابن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله يحبه حبا جما. فذهبوا إليه وحدثوه، وذهب أسامة ليحدث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع أنه حب ابن الحب، الحب ابن يعني يحب حبا شديدا، بل إن الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس أسامة على فخذ ويجلس الحسن والحسين على فخذ الثاني، ذلك إكراما لأسامة وأبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدثه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريد أن تغير العدالة؟ تريد أن تظلم الناس؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب من شيء وجهه يحمر صلى الله عليه وسلم، ثم صعد المنبر ثم حدث الناس حديثا طويلا وقال: لقد كان في من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وأيم الله، والله العظيم، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكرم بناته إليه، كان يقوم واقفا عندما يراها ويقبلها في جبينها ويجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم، يقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لقطع محمد يدها. العدالة تقتضي أن تقف دائما مع الحق وأن تنصر راية العدل في أي مكان، ولا تخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، كن دائما تحت راية الحق، فإن الإسلام آت كما قلنا بنا أو بغيرنا، لكن إن كنا تحت راية الحق فذلك خير لنا في دنيانا وفي أخرانا. فمن يسعى جاهدا لنصرة الإسلام ينصره الله، وإن مات يكون يوم القيامة تحت لواء العادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون على حوضه، ويكون ثابتا هناك عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يقفون مع العدل في زماننا قلة، وتعلمون أن الذين يتحكمون في العالم مجموعة من المجرمين ما عندهم شرف وما عندهم أخلاق، ويزورون الحقائق بأجهزة إعلام كاذبة، ويفعلون ذلك لأنهم جهلوا هذه الأمة على مدار أكثر من 400 عام. هذه الأمة عندها كتاب عظيم وعندها نبي كريم صلى الله عليه وسلم، إن عادت إلى كتابها
واستنت بسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، ستعود هذه القيم وهذه المفاهيم مرة أخرى، ويكون لها تطبيقا على واقع الناس. لقد قال ربنا في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا صلى الله عليه وسلم، نعم الله أراده لنا أن يكون رؤوفا رحيما بهذه الأمة، ويأخذ بأيدي هذه الأمة إلى العدل. انتشار العدل في العالم هذه مهمة كل فرد مسلم، ومهمة الجماعة المسلمة، ومهمة المسلمين. أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ العظيم بكتاب نازل وتطبيق واقع. كتاب نازل القرآن الكريم، سيدنا النبي عمل إيه في القرآن الكريم؟ بتسمعوا عن المخرج، عارفين المخرج اللي بيعمل الأفلام بيعمل إيه ده؟ بيجيب القصة ويخرج القصة دي من بين الدفتين دول، من بين الغطى بتاع الكتاب ده، يخرجها إزاي يعني؟ يطلع هذا الشخص نعمله البطل، والشخصة دي نعملها البطلة، ونعمل القصة ويمثلوها مع بعض، وينتهي الإيه حل المشكلة والعقدة. سيدنا النبي بقى عمل إيه؟ خرج القرآن من بين دفتي المصحف وكان واقعا على الأرض. تروح للسيدة عائشة: ما خلق رسول الله؟ كيف كان رسول الله؟ ما حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. ربنا يقول في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب ليه؟ لتبين، تبين، تبين بإيه؟ بالعمل، بالأسلوب العملي، لتبين للناس ما أنزل إليهم. كان قرآنا يمشي على الأرض. عودا حميدا إلى هذه الأخلاق، وعش كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، واعلم أن الذي يلتجئ إلى الله لا يخذله أبدا، ومن كان تحت راية الحق دائما منصور، حتى وإن مات فقد فاز ورب الكعبة. إن أخذ الشهادة فقد فاز ورب الكعبة. وهذا الذي بيننا وبين أهل غزة، إحنا الفرق اللي بيننا وبينهم كبير جدا. إحنا دائما بنحسبها دماء 40,000، ودماء وأطفال ونساء، وبنبكي عليهم ونحزن عليهم، حقيقي نحزن عليهم، لكن هم مش هممهم. ليه مش هممهم؟ فرق بيننا وبينهم إن إحنا الدنيا عندنا في قلوبنا كبيرة، لكن هم الآخرة يرونها رأي العين، شايفين أبواب الجنة مفتحة، وعارفين إن أقرب طريق للوصول إليها والفوز برضوان الله هو أن يقدموا أعز ما يملكون، يقدموا أرواحهم لله رب العالمين. نسأل الله أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يوقظ الغيرة في كل فرد مسلم لنصرة دينه أينما كان وبالوسائل التي يستطيعها، اللهم آمين. أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له: ادعوا الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. وبعد، إن شاء الله نحدثكم عن مشروعنا كما تفضل الشيخ عبد الرحمن. نحن في مدينة اسمها أنهايم في أورانج كاونتي في كاليفورنيا، عندنا مسجد من 1999، فيما يعني عدد كبير جدا من الناس وضاق بالمسلمين بيصلي معنا، يعني تقريبا 1500 مصلي. وبجوارنا أماكن كثيرة جدا، لكن هناك كما تعرفون كبلدكم تماما غالية جدا، لكن نحاول أن نشتري ما بجوار المسجد لتوسعته. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى أحد المباني بجوارنا بتكلفة 2,600,000 دولار، جمعنا 1,000,000 بفضل الله سبحانه وتعالى ببركة الطيبين الكرام أمثالكم، ووعدنا بعض الطيبين أن يعطونا دينا قرض حسن لمدة 2 بمليون، وبقى علينا 600,000، من أجل أن نجعل هذا المبنى إن شاء الله رواقا للأزهر. رواق الأزهر يعني هندرس فيه علوم الشريعة بما يتناسب مع هذه الأرض من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر،
من مناهج الأزهر، بحيث إن احنا نخرج دعاء من هذه الأرض منذ نعومة أظافرهم إن شاء الله. وكذلك هو مركز للشباب وتوسعة للمسجد إن شاء الله. وتعلمون إن هذا الأمر يعني مهم جدا لبلادنا. نحن لا مستقبل لنا إلا إذا ربينا أبناءنا على الإسلام. مستقبل الإسلام في هذه الأرض مبني على ما الجهد الذي نقدمه من أجل أن نربي أبناءنا على الإسلام، وأن ننشئ لهم المحاضن والمحاضر التي يستطيعون أن يأخذوا منها دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم جيدا أن المال عند الله سبحانه وتعالى شيء عجيب، والله سبحانه وتعالى ابتلانا بأن نخرج من أموالنا لأسباب كثيرة. فالله عرف المال في القرآن قال: وتحبون المال حبا إيه؟ جمع يعني إيه؟ ابن عباس مفسر القرآن: الفاحشا، يعني شيء زي ما بيقولوا المصريين: عض يدي ولا تعض رغيفي. ها مش يقول لك كده؟ ها زيها كده، يعني حب فاحش شديد جدا جدا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم لو عنده وادي من الذهب لتمنى أن يكون له إيه؟ ثاني، ولو عنده ثاني عايز ثالث، ولو عنده ثالث رابع ومش هنخلص. فقال: ولا يملأ بطن ابن آدم إلا الإيه؟ إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طب إذا كان ربنا اللي خلقنا حط في قلوبنا حب المال ده، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إحنا بنحب المال، وبعدين يقول لنا تبرعوا، مش شيء غريب ولا إيه؟ شيء غريب. عارف ليه؟ عشان تعمل المقارنة دي تسأل نفسك سؤال: أيهما أنفع لك، مالك ولا ربك؟ ما ترد علي، سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أنت لو ملكت أمريكا خليك تملك الدنيا كلها، هتاخد حاجة وانت رايح؟ ربنا بيقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم إيه؟ يعني ما خولناكم، ما أعطيناكم وراء إيه؟ ظهوركم. لما واحد بيكون زعلان وبيجي يشتكي لك بتقول له إيه؟ يا راجل صل على النبي، قوله عليه الصلاة والسلام: ارمي يا راجل وراء ظهرك، ارمي ارمي. يعني إيه اللي بيترمي وراء الظهر؟ الشيء التافه، يعني المال. ربنا بيقول عنه شيء تافه، مش كده ولا إيه؟ يبقى مش هينفعنا، لأن ما شفناش حد دخل القبر معاه دفتر الشيكات ولا كريدت كارت ولا كاش، رايح لوحده بأعماله. لكن ممكن يروح بقى بإيه؟ بثواب عظيم. إيه الثواب العظيم اللي ممكن يأخذه معاه؟ لما يتصدق كما قال ربنا سبحانه وتعالى ويسارع في ذلك، ويكون بقى مثل عثمان بن عفان اللي قال عنه أبو هريرة في مسند أحمد: اشترى عثمان رضي الله عنه من رسول الله الجنة مرتين، مش مرة واحدة. طب الطريق إيه اللي مشى بيه عثمان؟ المرة الأولى لما اشترى بئر الرومة من اليهود الموكوس ده، عارفين أنتم، اشتراها وتصدق بها على المسلمين. والمرة الثانية جه الثلث، تلت جيش العسرة، جيش العسرة 30,000، هو جاهز لوحده 10,000. ولما تقرأ في كتب السير تعرف أن كل ثلاثة كانوا بيركبوا جمل، يبقى هو جاهز الجيش كله. وبعدين قبل النبي صلى الله عليه وسلم أموال من ذهب صبها في حجره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك اليوم. خلاص خلاص، عثمان وصل إلى أعلى المقامات، إن شاء الله نرى منكم ذلك. وأنا أرى وجوه كثيرة. أنا بقول للشيخ عبد الرحمن، يعني لما جلست وشفت هذه الوجوه الطيبة قلت: والله أنا حاسس إن أنا مش في أمريكا، أنا حاسس إن أنا في جزيرة العرب. والله يعني نفس الريح الطيبة والوجوه الطيبة والسماحة الموجودة عند أمة الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويكتب لنا ولكم الخير، عشمنا إن شاء الله في الله سبحانه وتعالى كثيرا. إخواننا كذلك نبهونا إن حضراتكم بعد الصلاة بتخرجوا مسرعين، فإحنا مطلوب منكم تقعدوا معنا 5 دقائق، ممكن ولا مش ممكن؟ أنا ضيف جاي لكم من 6 ساعات يعني طيران، تقعدوا معنا 5 دقائق بس، 5 دقائق إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبكم ويأجركم على ذلك الخير، وزي المشايخ الجماعة بتوع الفندريزنج، ويفتح جيوبكم إن شاء الله لذلك المشروع. ربنا يكتب لنا ولكم الخير، اللهم أمين.
مع اليقين. أنا أدري أن أنتم عندكم مشروع وقد رأيته، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويتم عليكم ذلك الصرح ويجعله في ميزان حسناتكم ويكتب لكم الخير، ودائما بابنا مفتوح لحضراتكم ولأي أخ من إخواننا المسلمين في العالم كله، برغم أن احنا في هذا الموقف بنجمع، لكن تعلمون الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله حدثت حوادث في العالم الإسلامي. في بنغلاديش لما هربت اسمها إيه الشيطانة اللا حسينة، الشيطانة اللا حسينة لما هربت على الهند فتحوا لها الإيه، فتحوا لهم الماء وغرقوهم في بنغلاديش، عملنا لهم فاندريزنج وجمعنا لهم مبلغ كبير جدا. الأسبوع الماضي رغم أننا عندنا مشروع، إخواننا في السودان وفي تشاد حصل معهم نفس الكلام، عملنا لهم برضو كذلك فاندريزنج من غير ما تأتي المنظمات، وبنتصل بالمنظمات التي تعمل في هذه الأماكن وبنعطيها ذلك المال من غير ما يكلفوا حد ولا يبعثوا حد ولا الأمور دي كلها. فالمسلم دائما بيعيش بنبض الأخوة الإسلامية في كل مكان، وبيساهم في أي عمل من أعمال الإسلام. إن شاء الله حضراتكم تكونوا من هؤلاء إن شاء الله، وتكون نياتكم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم ذلك الخير يوم القيامة، يثقل الله به الحسنات ويبيض به الوجوه ويثبت به الأقدام ويرفع به مقامنا إلى مقام النبي الكريم في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصرنا على أنفسنا وانصرنا على شيطاننا وانصرنا على أمة الكفر في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت لأمة الإسلام في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبت إخواننا في غزة وفلسطين وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين المحتلين ومن عاونهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله، تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. الله أكبر.